بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام على شعب الحرية والعزة والكرامة. سلام عليكم أيها الأحرار، سلام على أرواح الشهداء الأبرار، شهداء التحرير والاستقلال. سلام على الرموز والعلماء والشباب والحرائر القابعين خلف قضبان السجون. سلام على الثوار في الساحات، سلام على المطاردين والمنفيين، سلام على شعبنا في ذكرى يوم الاستقلال المجيدة. تمر هذه الذكرى، ذكرى الاستقلال المجيدة، وشعبنا يخوض معركة مصيرية ويقدم تضحيات جسيمة وأثمان باهظة. فمسيرة هذا الشعب مستمرة منذ عقود، مسيرة عمدت بالدم والشهداء، مسيرة تزخر بالقصص والبطولات. لا بد أن نفخر جميعا لأننا جزء من هذه المسيرة، ونكاد نقترب بإذن الله من فجر الحرية الصادق. ولا بد أن نركز في هذه الذكرى على عدة نقاط مهمة. أولا، لن يكون الاستقلال الكامل إلا بدحر عصابة النظام الخليفي، حينها يعود الحكم وتقرير المصير بيد أبناء شعبنا سنة وشيعة، فيرسم مستقبل الوطن المزهر حيث المساواة والعدالة. ثانيا، ثورتكم المجيدة هي استمرار لنضال الأجداد وتضحياتهم في سبيل قطع يد الهيمنة التي جلبت ومكنت عائلة آل خليفة من الحكم عبر القهر والظلم والسخرة والمعونة غير المشروعة والمساندة لهؤلاء الغرباء. ولا زال الإنجليز يقدمون الدعم غير المحدود لقمع شعبنا والهيمنة على مقدراته من أجل تأمين مصالحهم. رابعا، صمودكم في الساحات. ثالثا، صمودكم في الساحات وعدم الاستسلام، وصمود الرموز في السجون والمهجرين في المنافي، وصمود الغرباء المطاردين وقوى الثورة والعلماء الربانيين، ومقاومتكم المشروعة عنوان النصر وهو قريب بإذن الله.